متظاهرو البصرة قاموا بطرد بعض المتظاهرين من أتباع تيار الحكيم الحكمة وأوصفوهم بالمتملقين لأنهم خرجوا بعد استلامهم أموالا من تيار الحكمة كما قال المتظاهرون. يقومون على المعممين لوجية ما لوجية، هنا يقولون عنهم لوجية، والله استفاع أهل البصرة. اليوم أهل البصرة تنطق بيهم من كلام يسيء لهم، مع الأسف لعقال البصرة استهان بيهم، استهان بيهم جماهير أهل البصرة المستقلين 25,000 للأسف الشديد. والله عين، والله عين الشيخ العشائر، والله عين تأخذ رشوة.